أنا عايزة أعرف منك يعني الذكريات، كنت بتستعد لأعمالك إزاي لما بيجي لك الورق؟ إيه الورق اللي تقول لا أنا هعمل ده وإيه لا أنا مش هعمله؟ أنا أقرأ، لازم أقرأ يعني أقرأ الورق كويس قوي. وبعدين أما شوفي، أنا عمري ما عملت دور ندمت عليه أبدا. يعني كل الأدوار بتاعتي اللي أنا عملتها، حتى الدور صغير لازم يعمل علامة. يعني لو 5 حلقات بس الدور ما حدش ينساه. يعني لغاية دلوقتي الشباب عاملين جلباب أبي. طبعا لن أعيش في جلباب أبي بتتذاع 25 سنة أو أكتر. أيوه الشباب ينزلوا تحت البلكونة تسكن في الدور الأول كده، يا أستاذ أشوال يا أستاذ أشوال. أيوه ما كانوش اتولدوا. ايوه صح، لكن علشان الدراما بتتعاد. لا يعني دورك في جلباب قوي، دورك في الشهد والدموع، دورك انت. يعني لو انا قعدت اتكلمت عن المسلسلات، انت عملت حاجات كتير قوي، والاعمال التاريخيه والدينيه كانت اقرب الى 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 قلبك. انا يعني الحمد لله كرمني ربي، بقعد اتكلم مع ربنا كتير قوي. طول النهار اتكلم مع الله، اقول له مش عارف اوفي فضلك، مش عارف اقف في نعمك، لو سجدت اليوم القيامه ما فيش ذره من فضلك. بكلم ربنا وانا في البيت لوحدي، اكلمه كده مش عارف اشكرك ازاي يا رب، سامحني مش عارف اقف في نعمك عليا. طول النهار اتكلم مع ربنا كده، لاني انا شوفي حياه الانسان كلها، حياتي كلها بتعدي افتكرها في ثواني. وما شاء الله انت محافظ، يعني ذاكرتك متذكر كل شيء. طب لما بتتفرج على الجيل الجديد دلوقتي وهو بيعمل اعمال تاريخيه، بتبقى حريص تتفرج؟ لا انا بشوف يعني شفت مثلا الامام الشافعي، شفت الفنان خالد النبوي. خالد النبوي ده ابني حبيبي طبعا، وياسر جلال ابني طبعا، كل الشباب دول ولاد. يعني ياسر طبعا جلال ولادك اكيد. ياسر جلال بعتبره اول ما عمل دور في حياته كان ابني في جلباب ابي. صحيح. وخالد النبوي ده حبيبي وابني. عجبك الامام الشافعي؟ انا ما شفت حاجات منه. شفت حاجات منه؟ شفت حاجات منه. بس خالد النبوي ممثل عظيم، حضور غير طبيعي، بالاضافه لامكانيه فنيه. بيعمل اي حاجه.